دي شركه وومن براند، بعتين لك فاكس. يا رب يا جيجي يكونوا وافقوا يدوني التوكيل. اقري كده. هما بيقولوا ان مبدئيا ما عندهمش مانع، بس في شويه شروط. شروط ايه؟ $1,000,000 التامين يتحطوا في بنك اجنبي. ايوه ما انا عارف. ومعترضين على مساحه المحل بتاعك، بيقولوا على الاقل المساحه لازم تبقى ضعف المساحه دي، علشان ده هيبقى توكيل الماركه في الشرق الاوسط كله. وايه تاني؟ ومدين لك مهله شهر عشان ترتبي امورك، وطبعا هتضطري تسافري لهم وتعملي معاهم ميتنج في باريس خلال المهله دي. دي فرصه عمري يا جيجي. هو ده الحلم اللي بحلم بيه طول حياتي. هو ده الليبل اللي بتمنى اشتغل فيه. طب وايه المشكله؟ ما هي محلوله. امال احنا اتجوزنا حماده عزه ليه؟ مش عشان الظروف اللي زي دي؟ تفتكري هو ده الوقت المناسب؟ ده انسب وقت. وبعدين كويس قوي انهم ادونا مهله. وبعدين بصراحه حماده بقى ده مش المفروض يديكي المحل بس، ده المفروض يدفع لك التامين كمان. هو انت غريبه؟ ده انت مراته. المهم الاقي الوقت اللي اعرف استفرد بيه واكلمه. ليه؟ هو انت وهو ما بتقعدوش مع بعض لوحدكم؟ لا طبعا، على طول ماما نونا معانا. حماده ما بيختليش بيا غير وقت قليل جدا، وفي اوضه النوم بس. ما هو ده احسن مكان تفتحيه فيه في الموضوع ده. ده مش يديكي المحل بس، ده يديك يعني. ماما نونا قعدت تنايم في هيثم ساعة، وأنا قعدت نايم في ماما نونا نص ساعة. أنا ما قلتكيش على الواد إبراهيم والقصيدة اللي كتبها. مسخرة يا ناس. بذيئة بذيئة. عارفة لو اديتيني بوسة هسمعها لك. إيه الحلاوة دي؟ يا قد كده بتلاقي في اللون الأحمر. إيه الجمال ده؟ أوعى بقى يا حماد، أنت مش بتحبني. أمال بحب مين بس؟ لو بتحبيني كنت افتكرت يوم زي ده، مش انا افتكره وانت ولا على بالك. انا اسف يا حبيبتي، انا اسف. هابي فالنتاين داي. انا ازاي بس انسى يوم زي ده؟ ده المحل بتاعي مليان دباديب حمراء. عشان انا اخر حاجه بتيجي على دماغك. ما تقوليش كده يا ناس، اخر حاجه ايه بس؟ هو انا بفكر في حاجه تانيه غيرك يا حبيبتي؟ معقولة ده؟ هتبوظ الفالنتين كده يا ناس؟ في حد يا حبيبتي يعيط يوم عيد الحب؟ ده الظاهر اني رميت عليك نفسي زيادة عن اللزوم. أنا حاسة إني بقيت رخيصة أوي. أنا اتجوزتك في لحظة. ما كانش في دماغي أي حاجة غير إني بحبك وعايزة أعيش معاك. ما فكرت زي اي ست لما بتتجوز، لا في مهر ولا في شبكه ولا في حتى هديه جواز. انت عارف ان انا مش ماديه، الفلوس دي اخر حاجه تهمني. لكن الاحساس، احساس الواحده ان الراجل بيحبها بيقدرها، ده احساس مهم جدا لاي ست يا حماده. انا فعلا قصرت معاك في الحكايه دي يا ناس. انا مش عارف ازاي ما جاش على بالي الموضوع ده. أنا كنت لازم أجيب لك هدية تناسب حبي ليكي. ملحوقة، اطلبي أي حاجة دلوقتي وطلبك مجاب. شوفي، اعتبريني العفريت اللي يطلع لك من المصباح لما تدعكيه، يقول لك شبيك لبيك عبدك وبيدك. يلا يا حبيبي ادعكي المصباح. بلاش، ادعك لك نفسي أنا. شبيكي لبيكي عبدك وبين ايديكي. اموري عايزه ايه؟ يعني اطلب؟ قشري شاوري على اي حاجه في الدنيا، في ثانيه تبقى قدامك وبتاعتك. انا مش طماع، انا مش هطلب غير طلب بسيط ومش هيكلفك اي حاجه. يعني ناس اموري. انا عاوزاك تكتب لي المحل بتاعك باسمي. طب ما تسيبيني انا
اجيب لك هديه على ذوقي. مش يمكن اجيب لك حاجه احسن من محل التعبان ده؟ ايه ده يا حمادة، انت مستخسر في مراتك؟ مستخسر ايه يا حبيبتي؟ يا ناس انا مستخسرش فيكي ملايين الدنيا كلها، بس اصل المحل ده له معزه خاصه عندي، يعني تقدر تقولي ان انا مرتبط بيه عاطفيا، ما اقدرش استغنى عنه. بتحبه اكتر مني؟ لا يا حبيبتي، انا ما بحبش حاجه في الدنيا اكتر منك. هو انا بقول لك تبيعه وتديني ثمنه؟ ده انا بقول لك اكتبه لي باسمي بس، وهيفضل زي ما هو محلك برضه، وانا عندي البيوتي سنتر ده مش يعتبر تبعك. انا مش واحد يا حماده. واحد يا ناس واحد. ولا انت بقى مستخوين؟ اعوذ بالله، مستخوينك ازاي بس يا ناس؟ ده كلام تقوليه برضه؟ على فكره يا حماده، انا مش عاوزه محل ولا عاوزه حاجه، عايز اعرف غلاوتي عندك قد ايه. بتهيألي واضح ان انا ولا حاجه بالنسبه لك، ولا حاجه. انت مش فاهمه الحكايه يا ناس، المساله مش خلاص يا حماده خلاص، انا مش هضغط عليك اكتر من كده، ومش عايزه اتكلم في الموضوع ده لاني بحس باهانه اكتر واكتر. انا اسفه اني طلبت منك اي حاجه. تصبح على خير. هابي فالنتاين. إناس، أنوس، أمي بس نتكلم. والله العظيم أنا ما أقصد أي إهانة، إحنا بس إيه اللي خلانا نفتح الموضوع الهباب ده؟ أمي يا حبيبتي، أمي نتكلم بكرة براحتنا، وأنا هعمل لك كل اللي أنت عايزاه. أمي يا أنس. فضلك يا حمادة بقى تسيبني دلوقتي. أنت حسستني النهاردة إن أنا واحدة من الشارع. شكلي إيه قدام نفسي وأنا حاسة إن جوزي مش مستأمني على حاجة هايفة زي دي؟ صار إن إحنا تسرعنا. أنا ركزت نفسي أوي. إناس، أمي أمي بقى، ما تبوظيش الليلة بقى. هو ده اللي في دماغك وبس، لكن لا يا حمادة، لازم تعرف إن أنا ست محترمة، ليا حقوق وليا كرامة وليا كبرياء.